ماجستير في الرأس. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، عفارم عليك. أما يا روح وبتشتغل إيه بقى يا سيلوسي؟ ولا حاجة، بابي هو اللي بيشتغل وأنا اللي بصرف. يا تيتو يا تيتو، أنت صعبان علي قوي، الله يكون في عونك. كده برضه سونا يا خايف، ما تسألش فيا، أحبك أعبدك أموت في هواك. في 21 نوفمبر سنة 1960 كان العرض الأول لأيقونة جميلة من أيقونات السينما المصرية، وهو فيلم إشاعة حب. في حلقة النهاردة هندردش شوية عن أسرار جديدة والأول مرة عن الفيلم ده. أولاً الفيلم فيلم إشاعة حب متاخد عن مسرحية The Whole Town Stalking أو حديث المدينة لجون إميرسون ومراته أنيتا لوز، واللي اتعرضت على المسارح الأمريكية سنة 1923. كتب السيناريو والحوار لفيلم إشاعة حب علي الزرقاني ومحمد أبي يوسف، أما الإخراج فطبعا كان للمخرج فطين عبد الوهاب. الفيلم كان من بطولة عمر الشريف، سعاد حسني، يوسف باشا وهبي، هند رستم، وعبد المنعم إبراهيم، وعادل هيكل، وجمال رمسيس، وإحسان شريف. الفيلم قصته كلنا عارفينها وحافظينها، وهي ببساطة عن حسين النشاشجي ابن أخو عبد القادر النشاشجي رجل الأعمال المعروف في بورسعيد. حسين بيحب بنت عمه سميحة، لكن سميحة بنت عصرية مودرن بتحب الواد لوسي المايس ابن طنط فاكيها. حسين شاب خجول عملي مش مهتم بشكله أو بمنظره حتى، لكن عبد القادر باشا النشاشجي عمه خايف على بنته، خايف على ثروته، علشان كده يبدأ في خطة ماكرة تحول حسين من شاب خجول لشاب مودرن صايع بتاع بنات وكده زي الإكسلانس. وطبعا ده بمساعدة محروس ابن أخته، علشان تنتشر إشاعة في البلد كلها إن حسين على علاقة بهند رستم. كده طبعا خلصنا الجزء المعروف عن الفيلم، تعالوا بقى نتكلم عن الأسرار، عن الدهاليز، الكواليس. الفيلم عن أحداث بتدور في بورسعيد، وده كان غريب وقتها إن كاميرا السينما المصرية تطلع برة القاهرة، لكن الحدوتة عاوزة مدينة صغيرة، مدينة كده محندقة علشان الإشاعة، إشاعة الحب تنتشر فيها بسرعة. والغريب إن مفيش ولا ممثل في الفيلم اتكلم بلهجة بورسعيدية، مش كده برضو؟ الفيلا اللي اتصورت فيها أحداث الفيلم كانت فيلا في بورسعيد ملك واحد اسمه عبد الرحمن باشا لطفي، واحد إكسلانس من أعيان بورسعيد، وكان رئيس للنادي المصري. وبعد ثورة 23 يوليو اتأممت كل ممتلكاته وأمواله، ومن بينها الفيلا دي. وفي الثمانينات هد السيد متولي رئيس نادي المصري السابق الفيلا، وبنى مكانها في الثمانينات زي ما قلنا مجمع سكني اسمه مجمع السلام. يوسف باشا وهبي عميد المسرح العربي صاحب الأدوار المسرحية العالمية والمركبة يعمل فيلم كوميدي، دي غريبة وجديدة على السينما المصرية. طبعا كانت مغامرة من مغامرات فطين عبد الوهاب في الفيلم ده. أما المفاجأة التانية فكانت في لوسي، لوسي ابن طنط فاكيها اللي الناس كانت بتقول ان ده هو رأفت الهجان، والحقيقة ان تسريحة الشعر اللي عملها الفنان الراحل محمود عبد العزيز في مسلسل رأفت الهجان واللي كانت موضة في الخمسينات وقتها هي اللي سببت الاعتقاد ده. لكن رأفت الهجان او رفعت الجمال سافر اسرائيل سنة 1955، اما الفيلم فكان انتاج سنة 1960. لكن لوسي بقى ابن طنط فاكيها فيبقى الفنان جمال رمسيس او جمال محمود عفيفي. هو وعيلته عملوا سيرك صغنون سموه سيرك رمسيس، وكان بيعمل حفلات في كل حتة في العالم، وكان معاهم أخوه ميمو رمسيس، وهم الاتنين ميمو رمسيس وجمال رمسيس كل واحد فيهم مثل فيلمين اتنين بس، ومع فطين عبد الوهاب برضو اللي اكتشفهم، لكنهم بعد كده هاجروا من مصر. وخلي بالكم يا اكسلانسات دول عاوزين حلقة لوحدهم. نيجي بقى للمفاجأة الأبرز لدور البطولة الفنان عمر الشريف أو حسين النشاشجي. الفنان عمر شريف ما كانش هو المرشح الأول للبطولة والتجسيد شخصية حسين. طبعا في ممثل استناه المخرج فطين عبد الوهاب كتير عشان يعمل دور البطولة، يعمل دور حسين، لكن الممثل ده كان مشغول جدا،
كان ماضي 5 أفلام مع بعض، لكن يا ترى مين الممثل ده؟ ويا ترى كان شعره ناعم واصفر ولا عينيه خضرة؟ رياضي كده وممشوق القوام؟ الممثل المرشح الأول لدور حسين واللي اعتذر عن الفيلم ده لأنه كان مشغول وبيصور 5 أفلام ورا بعض هو النجم إسماعيل ياسين. أيوة إسماعيل ياسين، واهدوا بس، اهدي أنت وهو 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 وهي وكل اللي بيتفرجوا علينا، اهدوا بس واسمعوا الحكاية مني بالراحة. واللي حصل مشتقلين من براعة عمر الشريف في تجسيد الفيلم، بس فاطين عبد الوهاب كان بيدور على شخص مبهدل فعلا، شكله ملخبط ومحتاج معجزة علشان بنت عمه تحبه. ثم تعالوا هنا محمويين انتوا كلكم، تعالوا مسألكم كده كام سؤال. ايه اللي يخلي سعاد حسني ما تحبش عمر الشريف بتاع سيدة القصر وصراع في الوادي وصراع في الميناء علشان شنبه ونضارته بس؟ بلاش كده. ايه اللي يخلي بورسعيد كلها تضحك وما تصدقش ان هند رستم تحب حسين اللي هو عمر الشريف مع انه امور ووسيم؟ لكن فعلا كنا محتاجين بطل شكله ملخبط شكله مبهدل عشان لما نقول ان هند رستم سايبه مصر وخطبها الكابتن عادل هيكل علشان اسماعيل ياسين. والدليل على كلامي ان لما الفيلم اتحول لمسرحية اسمها مسرحية حالة حب بطولة فنان فؤاد المهندس والفنانة شوكار، كان فؤاد المهندس برضه ملخبط شكله وملخبط هدومه. ابوه بارون نمساوي وكان سفير للنمسا في مصر، وامه راقصة ايطالية برضه في مصر. اشتغل بوسطجي على بحر اسكندرية وباع تنشوكي في حواري ايطاليا. بالورقة والقلم هو اول مخرج لاول فيلم روائي مصري. كان كاتب وممثل ومخرج ومونتير، حضر جنازته بنفسه. ستيفانو دي روستي. مدام تسمحي لي بالرقصة دي؟ هتضحيشك يا اخويا ما ترقص كده. طب بس اروح اتحزن واجيلك. تشربي ايه يا امورة؟ كونياك. طبعا طبعا الكونياك ده مشروب البنت المهذبة. انت داخل فعالك انك تعرف تضحك على زكي بشاكة؟ اوهو فول نفسك، انت مش حلم زكي بشاك، انت مش قد زكي بشاك. ستيفانو دي روستي او ستيفان روستي اتولد يوم 16 نوفمبر سنة 1891. ابوه كان بارون نمساوي امير وكان سفير النمسا هنا في مصر، وامه راقصة ايطالية. اتعرفوا على بعض، خلفوا ستيفان، حصلت خلافات بين الاب والام. الاب خلص شغله في مصر ولازم يرجع بلده، الام رفضت وقررت تفضل في مصر. اتطلقوا وخدت الام ابنها ستيفان وراحت عاشت في اسكندرية، واتجوزت هناك في اسكندرية واحد ايطالي زيها. ستيفان كان بيحب الفن ودخل مدرسة راس التين واشتغل بوسطجي في اسكندرية، لكنهم رفضوه بعد ما عرف ان هو بيروح المسرح بالليل. واتنقلت الاسرة لشبرا، وخلص ستيفان المدرسة الخديوية وسافر اوروبا يدور على ابوه هناك، لكنه للأسف ملقهوش. فضل ستيفان روستي في اوروبا واشتغل في شغلانات كتيرة قوي في الترجمة وفي الفن، وباع تين شوكي زي ما قال يوسف وهبي بعد كده. وتحصل الصدفة الكبيرة، يقابل ستيفان روستي شاب مصري جاي يدرس الإخراج في إيطاليا، المخرج محمد كريم. محمد كريم قال له ارجع على مصر، ارجع للفن، ارجع للفن هناك. وفعلا رجع معاه ستيفان روستي وانضم لفرقة عزيز عيد، وبعد كده انضم لفرقة نجيب الريحاني، ومنها لفرقة يوسف بيه وهبي. ستيفان روستي كان بيعرف 3 لغات، انجليزي وفرنساوي وطلياني، عشان كده يوسف وهبي استغل ستيفان روستي في ترجمة الروايات باللغات دي للعربية ويقدموها في مسرح يوسف وهبي. الفنانة عزيزة أمير كانت بتصور وقتها فيلم ليلى، وده أول فيلم روائي مصري طويل صامت. وأثناء التصوير اختلفت عزيزة أمير في الأول كده مع مخرج الفيلم التركي وداد عرفي، وانسحب وداد عرفي من الفيلم. عزيزة أمير بتدور على مخرج، اختارت الفنان ستيفان روستي عشان يخرج الفيلم. ستيفان روستي غير كل سيناريو الفيلم ما عدا مشهدين 2 بس، وكمل ستيفان روستي في طريق الإخراج وأخرج 10 أفلام بحالهم، من بينهم فيلم صاحب السعادة كشكش بيه بتاع نجيب الريحاني، وكمان ألف كذا فيلم من بينها فيلم ابن زوات بتاع إسماعيل ياسين. قدم ستيفان روستي 380 فيلم سينمائي ما بين تمثيل وإخراج وتأليف، وقدم للسينما العالمية 2 فيلمين
واحد فرنساوي والتاني نمساوي. ولما بقى عنده 45 سنة وفي سنة 1936 اتجوز ستيفان روستي اخيرا من ماريانا. ماريانا بنت ايطالية حبته وحبها، خلفوا توأم. الاول مات بعد ولادته على طول، والتاني مات وهو عمره 3 سنين، وده عمل تأثيرات نفسية وعقلية على ماريانا استحملها ستيفان روستي بقية العمر. وفي سنة 1964 تم إعلان وفاة الفنان ستيفان روستي. نقابة الممثلين عملت عزاء كبير قوي، حضروا كل الفنانين والفنانات، وفي وسط العزاء دخل يعزيهم الفنان ستيفان روستي. ايه ده، هو الميت؟ اتريق اشاع، محدش عارف يتأكد قبل زمن الموبايل والفيسبوك والواتساب والانترنت. والعزاء تحول لزغاريت من ماري منيب ونجوى سالم وسعاد حسين. لكن بعدها بكام يوم وبجد، وفي يوم 12 مايو سنة 1964 مات ستيفان روستي بأزمة قلبية بعد ماتش طاولة مع أصحابه على القهوة. مراته ماريانا مع ظروفها الصعبة اللي قلنا عليها ما استحملتش الخبر، اتجننت. الحكومة المصرية نقلتها على بلادها، ومات ستيفان روستي بعد ما ساب لنا أجمل وأحلى إفيهات في السينما المصرية. فنانة وبنت فنان وأخت فنان ومرات فنان، أبوها اكتشف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وأخوها اتولد على خشبة المسرح. جرجروها على الاسم مرة بقميص نوم ديدمونة. السينما خلتها تتجوز أبوها، وفي السينما برضو خلفت جوزها إحسان الجزائرلي. إحسان الجزائرلي فنانة كوميدية اتولدت يوم 25 يونيو سنة 1905. هي بنت الفنان الكبير فوزي الجزائري اللي كان له فرقة مسرحية كبيرة، وكان معاها في الفرقة أختها جميلة وأخوها فؤاد. وفؤاد ده بقى اتولد على خشبة مسرح من المسارح في عرض من العروض. أبوها الفنان فوزي الجزائري هو اللي اكتشف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقدمه معاه في فرقته كمطرب في بداية شبابه. كان زمان عيب الست تدخل مجال الفن، عيب تمثل، عيب تروح المسرح، وكان في ندرة في الأدوار النسائية في الوقت ده. عشان كده فكر فوزي في إن بنته إحسان وباعتبارها بطلة الفرقة إنها تقدم دور مراته في الأعمال المسرحية. ومرة وهم بيعرضوا مسرحية عطيل في مسرح من مسارح الأقاليم، كانوا بيقدموا مسرحيتهم هناك، اتبنت غرزة جنب المسرح، جه البوليس قبض على اللي في الغرزة وقبض على اللي في المسرح وعلى كل الممثلين. وكانت إحسان بتعمل دور ديدمونة واتقبض عليها وراحت الاسم بقميص النوم. ولما دخل الفنان فوزي الجزائري للسينما قرر يبتكر شخصية كوميدية اسمها بحبح أفندي، وطبعا جاب بنته إحسان تمثل دور مراته أم أحمد في السينما زي أفلام المندوبان سنة 1934 والمعلم بحبح سنة 1935 وبحبح باشا سنة 1938 والباش مقاول سنة 1940 والفرسان الثلاثة سنة 1941 وبحبح في بغداد سنة 1942 والقرش الأبيض سنة 1945. كل ده فوز الجزائر اللي يطلع زوج ومراته تبقى بنته إحسان. كونت إحسان مع أبوها فوزي الجزائري أشهر ثنائي زوجين في تاريخ الفن، مع أنها بنته في الحقيقة. قدمت إحسان من غير باباها ثلاث أفلام سينمائية، أشهرهم فيلم لو كنت غني مع بشارة وكيب. الطريف أن اللي قام بدور ابنها في الفيلم هو الفنان محمد الديب اللي هو أصلا جوزها في الحقيقة. يعني السينما خلتها تتجوز أبوها وتخلف جوزها. أنتوا فاهمين حاجة؟ اشتهرت إحسان بأدوارها الكوميدية وحسها الفكاهي اللي خليك تبتسم بمجرد سماعك صوتها أو إنك تشوف تمثيلها. وسنة 1943 إحسان الجزائري يجي لها تيفود وتتوفى وهي عندها 38 سنة بس. أزمة نفسية عاشها الفنان فوزي الجزائري لأبوها أثرت عليه ودخلته في نوبة اكتئاب حادة بعد وفاة بنته الفنانة إحسان الجزائري واللي كانت مراته في أغلب أعماله. Pardon, طولت عليكم. Au revoir.